لن تبقى لكم الآن يا سامر وعزيز حجة تفسرون بها خروج كراتكم من الميدان، على أن تظل لكم حجة في البولي بول، لأن الكرة المستخدمة متعددة الأضلاع، فقفزاتها غريبة كغرابة شكل الميدان. أترككم الآن تكتشفون هذه الرياضة الغريبة. امتيازات هذه الرياضة كونها تضم مجموعة رياضات جماعية، ما فيها كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة أو الألعاب الجماعية، كلها تضمها هذه الرياضة. البولي بول أحدث الرياضات الكروية الجماعية، تم اختراعها في المغرب. أرادها مخترعها لحسن أبا الليل أن تكون لعبة مثيرة واجتماعية، فصمم كرة جديدة تتميز بشكلها الفريد وأرضية خاصة تشبه الرقم 8. بالنسبة للملعب فهو على شكل 8، طوله 24 متر وعرضه 14 متر، ويتوسط هذا الملعب مستطيل، يتوسطه شبكة علوها بالنسبة للذكور متر و50 سنتيم، وبالنسبة للإناث متر و20 سنتيم. بالنسبة للكرة التي تشاهدون الآن، هي عبارة على كرة جلدية متعددة الأضلاع على خلاف باقي الكرات المعمول بها. يتكون كل فريق من 4 لاعبين أو 6، يجوز لهم أن يلمسوا الكرة بأي جزء من جسمهم، بالرأس أو اليدين أو القدمين، وفي أي منطقة من الميدان. على اللاعبين أن يكتسبوا ليونة وسرعة في الأداء. في الميدان منطقتان أساسيتان، منطقة الأخطاء والمنطقة الممنوعة. إذا وقعت الكرة عند الإرسال في إحدى هاتين المنطقتين، يعتبر ذلك خطأ، بينما يجوز التنافس فيها على الكرة خلال التبادل. هنا لدينا خطأ في المنطقة المحرمة اللي هي مسافة 3 أمتار، لا يمكن رد الكرة إلى الخصم، بل يمكن رد الكرة إلى الصديق دياله. هنا لدينا خطأ أكثر من 5 لمسات، ممكن للاعبين تمرير 4 لمسات، والخامسة يمكن ردها إلى الخصم. نظرا لشكل الكرة متعدد الأضلوع، الكرة يمكنها سقوط على الأرض مرتين ليس أكثر. هذه اللعبة، هذه اللي هي لعبة البولي بول، لقات إعجاب من طرف جميع اللاعبين الذين مارسوها، حيث أنها ستلقى واحد النشاط، ستلقى واحد النشاط في اللاعب. اللي تعجبني في هاد الرياضة هذه وهو هي بهلوانية، يعني أي واحد يمارسها، أي واحد يلعب ويلعب، يعني يلعب ولعب. ليست صعبة جدا، يمكن لأي أحد أن يمارسها، يمكن للصغار وحتى الكبار وللنساء أيضا، الفتيات، فهي يعني يمكن لأي أحد أن يقتنيها ويمارسها. ممكن غرابة شكل هذه الكرة
تعطي للطفل حب الاستطلاع والتعرف عليها، لذلك كان بالنسبة للأطفال شيء جميل أن يكتشفوا هذه اللعبة الجديدة. ستنتشر رياضة البوليبول في شتى أنحاء العالم، ذلك أمر